اللهم ارحمنا بالقرآن، واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة. اللهم ذكرنا منه ما نسينا، اللهم علمنا منه ما جهلنا، اللهم اجعله شاهدا لنا لا علينا، اللهم أكرمنا بكرامة القرآن، وزينا بزينة القرآن، اللهم ألبسنا به الحلل، وأسكننا به الظلل، اللهم اجعله شاهدا لنا لا علينا، اللهم ارفع درجاتنا بالقرآن، اللهم اجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة، اللهم اجعل هذا الجمع جمعا مرحوما، وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما. اللهم إنا نعوذ بك من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء. اللهم إنا نسألك عيش السعداء ومنازل الشهداء ومرافقة الأنبياء. اللهم احشرنا في زمرة نبينا وتحت لواء حبيبنا. اللهم اشملنا بشفاعته، اللهم أوردنا حوضه ولا تحرمنا أجره ولا تفتنا بعده. اللهم ارزقنا قبل الموت توبة وعند الموت شهادة وبعد الموت جنة ونعيما وملكا كبيرا. وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.